السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي، وبنشرح اليوم طريقة بسيطة للحصول على مود أسلحة الكنتيك. مود أسلحة الكنتيك شبه نادر وصعب الحصول عليه. فائدة هذا المود إضافة 5 باور للسلاح الرئيسي، وهذه طريقة بسيطة للحصول عليه. في البداية قم بنقل جميع الأسلحة الموجودة في شخصيتك إلى الفولت أو المخزن في التاور. المطلوب يكون عندنا أكثر من 160 جن سميث ماتيريالز، وهذه تحصل عليها بتكسير الأسلحة والدروع. فإذا كان عندك جن سميث ماتيريالز تجاوز هذه الخطوة. بعد ما نقلت جميع الأسلحة وانت في الفولت أو المخزن، اضغط R2 للذهاب لخانة الكوليكشنز، ومن خانة الأسلحة نبدأ بشراء أسلحة إكزوتيك، ويقعد اشتري حتى يظهر لك تنبيه إنه ما في خانة فارغة. والسلاح بيكلفك 10 ليجندري شارد، ولكن لما تكسره بيعطيك 5 ليجندري شارد، فما راح تخسر إلا نصف الليجندري شارد اللي عندك. ولأن عملية الشراء بتطول شوية فراح أسرع الفيديو. بعد ما قمنا بشراء الأسلحة نبدأ الآن بتكسيرها كلها، وفي كل مرة نكسرها راح تعطينا 5 ليجندري شارج و 3 غن سميث ماتيريالز. بعد ما تنتهي من تكسير جميع الأسلحة نذهب الآن إلى الغن سميث ونبدأ بفتح باكيجات عنده، وفي كل كم مرة بتفتح عنده باكيج بتلاحظ في الأسفل إنه أظهر لك مود جديد لشرائه. وهذه الطريقة للي يتساءل ليش ما يظهر لي مودز وأقدر أشتريها، فلازم تفتح باكيجات عنده، وفي نفس الوقت لما تفتح باكيج في احتمال كبير إنه يعطيك مود ليجندري وأيضا مودات رير. اشتري أي مود ليجندري متوفر بالأسفل. بعد ما تنتهي من فتح كل الباكيجات وشراء أي مود ليجندري من الجن سميث، نأتي للخطوة التالية. ندخل على الانفنتوري وإلى خانة المود، والآن نبدأ بتكسير المود المتكرر عندنا واللي ما تحتاجه حاليا حتى نصنع مود كومبوننت. كسر قدر المستطاع وحاول تكسر 30 إذا قدرت. بعد ما تنتهي ترجع للجن سميث، ومن خانة الجير مودز نبدأ بصنع مود الأسلحة من كريت ويبن مود. هذه العملية تحتاج منك 2 مود كومبوننت و1000 كليمر. بتلاحظ أنه بدأ يعطيك مود كينيتيك بعد كل كم عملية. هذه الطريقة أعطتني 7 مود كينيتيك. إذا ما ضبطت معك ارجع اكسر المود المتكرر وسوي كريت ويبن مود من جديد الى ان تحصل على مود الكنتيك. كان هذا شرح بسيط. شكرا لمشاهدتك هذا الفيديو ودعمك المستمر لنا. اذا عندك اي استفسار اكتبه في التعليقات بالاسفل، ولا تنسى تفعل زر اللايك والاشتراك والتنبيهات ونشر المقطع لاصدقائك لانه بيساعدنا كثير، وبدعمكم نستمر في اضافة فيديوهات جديدة. ونشوفكم في خير ايها الجارديانز.